مشاهدي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. وبعد فاجعة اندلاع الحلائق في شرق الجزائر، قدم المخرج والممثل عبد القادر جيريو تعازي لأهالي ضحايا الحرائق، كما وجه نداء للسلطات الجزائرية بأن تتكفل بالمصابين حتى لو تطلب الأمر بمعالجتهم في الدول الأجنبية. السلام عليكم، جيسبر تكونوا بخير وعلى خير. جوست ان بتي ميساج لخاوتنا تاع الشرق الجزائري اللي تضروا من النيران اللي حدث مؤخرا. ربي يرحم جميع الموتى، ربي يصبر الاهالي نتاعهم، وبالنسبه اللي فقدوا المال نتاعهم والمنازل نتاعهم ربي يعوضكم، وان شاء الله من الدوله الجزائريه ان شاء الله انه تعوضهم في اقرب الاجال. جوست ان بتي ميساج وسي خاصه بالنسبه للناس اللي راهم مجروحين اللي حدث لهم تشوهات على مستوى الجسم ولا على مستوى الوجه. نتمنى ان الدوله تقوم بنفس الشيء اللي قامت به مع خاوتنا في منطقة القبائل، وإن الدولة تعهدت بلي تديهم الأكبر المستشفيات حتى ولو اقتضى الأمر أنها تديهم للخارج باش تداوي هذوك اللي وقعت لهم تشوهات على مستوى الوجه. وبالنسبة للقافلة التضامنية، كنت نقول بلي هذا ماشي شيء جديد على الشعب الجزائري، اللي يبين أشاك فوي بين السوليداريتي والتضامن اللي كاين بين كل فئات المجتمع الجزائري. نتكلم على القافلات الحقيقيه مش تاع الكذبه، يقول لك غادي نرسلوا يتو صحات كاينين اللي بغوا يكون مجاور، هذا ما كان. دونك القافله التضامنيه والناس المحسنين الحقيقيين ربي يجازيهم وربي يجعلها لهم في ميزان الحسنات، وعاش الجزائر ان شاء الله. احنا متابعين في العالم، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.